بس طمنيني، بتقبضي هنا كويس؟ اطمني يا حبيبي. وحشتيني، وحشتيني قوي. استوب! اسفين يا استاذ هاني. اسفين يا استاذ، موبايلاتي يا اساتذه، موبايلاتي يا اساتذه. اسفين يا استاذ هاني. مش ممكن، مش ممكن، دي اهم لحظه في الفيلم. معلش يا استاذ، والله مش قصدنا يعني. لا يا جماعه لا، ده انا يعني لحظه البوسه دي بالذات يعني ببقى مركز فيها ومجهز شفايفي، اي حد يخرجني بلاقي الشفه بترف. بترف يعني بترعش. اسفين يا استاذ هاني، لشفايفك ولحضرتك ولكل حاجه بترعش عندك. اسفين يا استاذ. موبايلات! اهدى موبايلات! وخمسين سبعة تاسع مرة. أكسن! اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد، خالد، وكمان بتغلطي في اسمي يا فجرة. سلطان ولا ببايخ؟ خلاص يا حبيبتي سامحك. طمنيني، بتقبضي هنا كويس؟ كويس؟ أببايخ. لا بقى، لا 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 يا جماعة، ده تهريج، ده تهريج بقى. 20 مرة بنعيد ولا كام مرة؟ دي فلوس ناس والله، والله فلوس يا بيبي. مش عايز موز دلوقتي يا ممكن بيبي. انا كل ما بركز في اصعب حاجه، اصعب حاجه البوسه. البوسه يا جماعه عضلي كله بيشتغل، بيحصل العضله بتهبط. طب كانت تيجي في القلم مش في البوسه. فركش. فركش ايه؟ يلا يا بنات فركش ايه علي والبوسه. فركش يا اساتذه، اتفضلوا فركش. ايه يا جماعه، هروح من غير ما ابوس؟ نيلي استني يا نيلي، هبوس يعني هبوس. خلاص يا حبيبتي زبيني يا عربي. 20 ميست كول يا نهار اسود. الو مين؟ اي مين؟ مين اللي مين؟ مين الكريم؟ انتوا هتهزروا على الصبح؟ احنا فاضيين. هو حضرتك نيلي كريم فعلا الممثلة؟ والله صوتها بيقول فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ده صوت الغسالة، اصل انا مشغل الغسالة. نعم؟ يكلمك كمان ساعة؟ حاضر حاضر حاضر، يكلمك كمان ساعة. مع السلامة، مع السلامة، ألف سلامة. قوم يا سي راغب يا علامة، قوم يا أخويا، قوم قوم يا أخويا قوم. إيه يا بابا؟ حد ساعة حد بالشكل ده؟ نيلي كريم عاوزاك تكلمها بعد ساعة. إيه؟ نيلي مين؟ اعمل حسابك، الفطار ده لو خلص مش هعمل فطار تاني. شوف مين، افتح الباب. صباح الخير. في ايه؟ ايه يقيت يا ابني، انت هتفضل سايبها على الباب؟ اديها سكه. اتفضلي يا بنتي، اقعدي افطري معانا. حسبي الله ونعم الوكيل. مش كده يا عم. ايه اللي معاكي ده؟ ده كلب جايبه هديه الوحيد. كلب جايبه هديه الوحيد؟ يا ابني يمكن لغوا الورد. الكلب ده ظروفه صعبه، مجهول النسب، وما لقيتش غيركم تحتضنوه وتنقذوه من الضياع اللي هو فيه. وماله يا بنتي؟ الكلاب لبعضيها، قصدي الناس لبعضيها. الكلب ده ماله؟ عنده ميه جلدي، جايبان. كلب جربان. انتوا خايفين كده ليه؟ مفيش حاجه، انا جايبه الدواء معايا. كل اللي هتعمله يا عمو انك تيونج وتسقسق، تيونج وتسقسق، هيخف على طول. عموما يا بنتي هي هديه مقبوله. خد يا عم. خد منها كلب وحيد. عن اذنكم بقى عشان عندي شغل. وحيد، الكلب الجايبان ده اختباري، اذا عملته كويس هتطمن على نفسي معاك. عن اذنكم. يا خبر اسود ام نايل، انا عملت فيك ايه علشان تعمل فيك ده كله؟ انا عملت ايه طيب يا ربي؟ اهدى يا وحيد. يا نهار اسود، جايبالي كلب جربان هديه، انا خايف في عيد ميلاده تخش عليها فرخ عندها انفلونزا الطيور. اهدى اهدى، مش هيحصل. انتحر وارمي لك نفسك فوق السفر عشان ترتاح. وانا عندي غيرك. هتهرب لك نفسك عشان تخش مني. عايزين نمشي يا ابني. امال اعمل ايه طيب يا بابا؟ خلاص هات الكلب، هات الكلب. بس انت اهدى اهدى، امشي بقى. والله على عيني، على عيني، ادي رميت الكلب، ما تهز الباب. شوفي كده مين؟
الو الو، اكلم انسه نيلي لو سمحتي. اما فضلك قولي لها الاستاذ وحيد فريد. الاستاذه بتقول لك عاوزها في حاجه مهمه. اه عايزها في موضوع ضروري جدا، حياه او موت. حياه او موت؟ طب خلاص خليه يجي هشوف ده عايز ايه. متشكر قوي متشكر قوي، مسافه السكه على طول. مع الف سلامه. تيجي معايا فين يا بابا؟ نفسي نفسي اشوف نيلي كريم. يا بابا ما ينفعش، ده شغل. ما نخاف من بعيد ما شاء الله. يا بابا تشاور لها احنا في المطار، مش هينفع يا بابا. عشان خاطري نفسي اتصور معاها على الموبايل بتاعي. يا بابا ما ينفعش اللي انت بتقوله ده، صعب جدا. عشان خاطري عشان يا بابا خطري. عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري. خلاص يا بابا ماشي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. بلاتو واحد. بلاتو واحد. ايوه حضرتك بلاتو واحد. عايزيني في بلاتو واحد. نيلي كريم. نيلي كريم. اسم حضرتك ايه؟ وحيد فريد. وحيد فريد. فريد وحيد ابوه. لا صباح ده. اوه شوف شوف فريد جنبك على طول. الاستاذ وحيد فريد. ايوه انا. اخر باب على اليمين. طب وانا وانا. لا اسم حضرتك مش موجود في الكشف عندي. طب يا وحيد قول لي نيلي كريم هيشيل بابا على الباب، ابعتها لي بسرعه. وبتقولي لي انك بتشتغلي ممرضه؟ اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد وكمان بتغلطي في اسمي، انا وائل جوزك يا فاكره. سامحني يا حبيبي، اسف جدا. وحشتك. سوري. وحشتك. معذره. الصوت ابني وحيد. يا جماعه يا جماعه الحقونا يا جماعه. ايه مستوى التمييز في مصر بقى منحدر. الشفا ان شاء الله. ايه اللي انت حطيتيه ده؟ ده حمض كبريتيك مركز بنحطه للحماي لما يبقى مجيوح في قصه. اتفضل يا عم. بتحطه للحماي لما يبقى مجيوح في قصه. وماله الحمار مش بني ادم زينا؟ في ايه؟ معلش يا عمي دايما كده ظالمني. يلا افتح بقه. يلا يلا افتح جياشه. افتح الجياشه. ايه ده؟ هم هم هم. اوبا الشفا. ايه مالك؟ اللي انا اخدته ده دي تركيبة عباية عن بياض البهايم مضاف فيها بكتيريا تعفن. بتتكلم يا عم انت ساكت لها كده ليه؟ هضربها هضربها. الحقنة دي بقى اللي فيها الخلاصة. ودي طبعا حقنة الكنغر صح؟ هنهيج كمان في الحقن؟ اتدوي اتدوي. انا بخبي الحقن بس بخبي الحقن وحباباكي شكا وحباباكي شكا وخلاص. خلاص ولا لسه؟ لا اقتلي توني. يوه انا لسه ما حطيتهاش. الحقنة اللي بتسهل دي حقنة بول الإبل. بول؟ أيوة بنديها للطوي لما يبقى هايج. بس أنا ابني ما كانش هايج للدرجة دي. اطمن يا عمي إن شاء الله بكرة الصبح هيبقى زي الأيد. أيد ولا طوي؟ ده أنت لخبطتي الحديقة كلها. شكرين يا بنتي، أنا لسه شرفت ربنا يجيب العوائل سليمة. إحنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. إن شاء الله هعدي عليكم بكرة الصبح عشان أطمن عليه. بلاش الصبح بنبقى نايمين لسه. خليكي ما تتعبيش نفسك لغايه ما نبعت. خلاص اعدي بكيا الضهر. بنبقى مقايلين بعد اللقمه شويه. خلاص مطيه بات هنا. تباتي هنا فين؟ في حمارين في الشقه، هتباتي في وسطيهم ازاي؟ احكي لي بقى انت ايه اللي حصل النهارده في الاستوديو؟ الولد اللي كان المفروض يقابله اللي اسمه وحيد ده. مش عايزه اقول لك، ما عرفتش اشوفه خالص. لا بتهزري؟ اه والله. طب انت معاكي نمره تليفون؟ اه. ما تجربي تكلميه يا نيلي. مالك يا وحيد؟ انت بتقرش كده ليه؟ في ايه؟ جالي جرب يا بابا. جالي جرب. جالك جرب؟ ايدك يا ابو الكلب ده رجع تاني. مش تقول ان الجرب بتاعه معدي؟ اتصرف يا بابا، انا جسمي عيد نار. طيب انا هجيب المسر اللي هي جايباه. امسره وامسلك. دقيقه واحده دقيقه واحده. نمي نمي. ازيك؟ لا بسيطه خالص. لا مستشفى ايه؟ مش مستاهله. انا كويس، انا في البيت. انت فين؟
انا وصاحبتي بناكل في مطعم اكل مشطشط. يعني لو ليك في الشطه تعال. شطه؟ لا 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 بموت في الشطه طبعا. ايوه بس انت اديني العنوان. مع السلامه. عزمان على الغدا. عزمان على الغدا. يلا يا وحيد يلا افرد نفسك قدامي كده عشان امثلك. لا لا تمثلي يا بابا، ده انا عندي ميعاد مهم جدا. الكلب ده ما يقعدش دقيقه واحده في البيت، ده لازم نسربه في حته بعيده قوي. وديه الوحات. لا ده انا كنت اصل انا افتكرت ميعاد مهم جدا، وبعدين الكلب كانت نفسيته تعبانه يعني فقلت انزل افرجه الشارع. قد ايه انت انسان؟ زي الجمل في شموخه، زي الحصان في اصلته، زي الحمار. بقول لك ايه، انا اتاخرت على الميعاد بتاعي وبعدين الكلب قرب يتخنق. ها بيحبني. فكرت اعمل موضوع التأمين ده يعني خصوصا عشان افلام الاكشن اللي بعملها وكده، بس مش عارفه كل مره بتراجع كده. علشان انا ما كنتش في حياتك. انا بحب الشطه جدا يعني، وبستغرب جدا الناس اللي بتحب الشطه. انت بتحب الشطه؟ بحبها. شويه زي ما انت حضرتك عايزاه. والراجل بقى اللي ما يحب الشطه ده ما يحبوش خالص. لا انا بصي يعني انا بعشق الشطه، الشطه دي يعني رمز الرجوله. ده حط شطه كتير قوي، ده شكله هيموت مننا. حطيله تاني يا بنتي، ده هيموت مني. مش مهم خليه يفطس. انت كويس استاذ وحيد؟ بس انا حاسه انك تعبت شويه. او ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضل. ممكن ادخل الحمام؟ ارجوك. مش هخرج الا بعد نص ساعه. هو انت تاني وفي عز دخول الكابينيه؟ ايه الصدفه الحقيره دي؟ فعلا يا فندم، يا صدفة معفنة قوي. معفنة يا معفن، ده انا هخرب بيت. في حاجة يا استاذ؟ اسمي نور، ابعد عنك نور. مفيش باب تاني يخرجني من هنا؟ في ده طول قوي. يا حرام الحقونا. ده راح فين ده؟ مش مصدقه. مفيش حد يا فندم جوه في الحمام. هعمل ايه في الشنطه دي؟ انت بقى سيبيها له هنا تبقى الاطلال بتاعته. ما تجربي تكلميه على التليفون. مين اشريه؟ دي نيلي كريم يا وحيد. نيلي كريم ما تردش يا اخويا، ركز في اللي انت فيه. ما بيردش. خلاص يلا بينا، ملناش دعوه بقى. يلا يلا يا نيلي. في ايه حكايه نيلي كريم دي معاك؟ شريه اجيب له ميه سخنه يا دكتور. والله مش عارف هو ده مش دكتور. تعالي بقى نفتح الشنطة ونشوف فيها ايه. ما يصحش برضه، احنا مش هنسرقها يا نيلي، احنا بس هنشوف فيها ايه. اصبري نعرف ده مين، نتأكد. نيلي الحقي، ده طلع دون جوان. حرام عليك يا بنتي، ده غلبان جدا يا بنتي. دي طريقة جديدة بس صدقي ذوق حلو قوي. بصي يبقى الموضوع مش موضوع بوليس التأمين. بس ده ما ردش على تليفوني لما كلمته. يا بنتي الشنطة دمرته، قضيتي عليه. بصي هاتي الحاجات دي بقى، انا هوديها للبيت. الموضوع مستقبلي. طب ممكن اتفرج على بيت الصور؟ بطلي يا بنتي، دي مسؤوليه ما يصحش. نيلي استني ما نشوف بس بيت الصور. انا هتصرف وهوديها له بكره الصبح، دي مسؤوليه برضو. هلا
يلا حبيبي تهو يلا حبيبي يلا حبيبي يلا اي حد يجي هنا تسلم عليه ولا ايه ابات يلا مين دي يا ابني ممثله ممثله اي والله يا اهلا وسهلا يا المنوره حضرتك يا حسن استاذ وحيد استاذ وحيد صح استاذ وحيد فريد ايوه اتفضلي يلا يا ابني خلاص هو الفنان ده ما يعرفش يمشي عادي ولا ايه يلا ممثله